Epica, Adriano e Farganel. واش الدراري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناة السمراوي جيمينج للألعاب الإلكترونية. في هذا الفيديو الإخوان غادي نقوم بشرح مبسط على لعبة جديدة واللي هي تعتبر حاليا لعبة الموسم، وبزاف ديال الإخوان طلبوا مني باش نشرح لهم الجيم. بالنسبة للجيم الإخوان، الكونسيبت ديالها هو أنك كتانفيستي الفلوس، كتشري هاد لي هيروات الشخصيات هادو وكتلعب بهم وكتربح فلوس. المهم باش ما نطولش عليكم الاخوان، نبداو على بركه الله، وكنتمنى انني نكون على حسن الظن ديالكم وفي المستوى يكون شرح مبسط ومفهوم. وحاولوا الاخوان بقدر الامكان انكم ديروا داك الشيء اللي غادي ندير انا وطبقوا داك الشيء اللي غادي نطبق انا، لانه الاخوان كيكونوا لي ادريس اللي هما سكاما، باش ما توقعوش في شي مشكل، باش ما تمشي لكم حتى شي حاجه. اول حاجه غادي نديروها الاخوان، غادي نتعرفوا على شخصيات ديال اللعبه. بالنسبه للشخصيات الاخوان، عندنا الكومون اللي غالبا ما كيجي فينا 82%، وكان الرار سوبر رار الايبيك ليجند والسوبر ليجند. الكومون الاخوان كيتعتبر اضعف واحد، والسوبر ليجند اللي كيتعتبر شخصيه نادره وقليل فاش كيجي فينا 0.04، وهذا اقوى واحد الاخوان، وبوحدو يقدر يفارمي لك في النهار من 200 حتى 300 حتى 400 درهم في النهار، ما ينازل تقريبا من 20 دولار حتى 40 دولار في النهار. المهم الاخوان، من بعد ما غنشرحوا هذا الشيء غادي ندوزوا للتطبيقي، وغادي نشرح لكم كل شيء خطوه بخطوه كيفاش ديروا تتقدم وكيفاش تحطوا فلوسكم وكيفاش تأمنوا على داكشي. المهم بالنسبه للاخوان، الكليم انا غادي نكليمي قدامكم وغتشوفوا كل شيء قدام عينيكم. بالنسبه اليوم انا موالف تقريبا كنجيب 110 حتى 120 دولار في النهار. الو، انا غادي نقوم دابا بالكليم 23 بيكوين، هادو هما اللي جمعت اليوم تقريبا مع وقيته الغداء فارميت، واليوم بالليل تقريبا مع ديك 8 9 حتى هي فارميت، جاني 22 بيكوين. غنشوفوا الثمن ديالها شحال غتجيني دابا. الو، 22 بيكوين الاخوان، ها هي تحطت لي، ومازال عندي ليرو باقي فيهم يعني ما يخدم. الو، بالنسبه ليرو كيفاش كيخدموا الدراري، كتجي غير هنا كدير لهم غير هاك، كتلونسيهم كيمشيو كيخدموا، كيبقاو يهرسوا في واحد الصناده وكيجمعوا لك العمله ديال البيكوين الكريبتو، وهذاك الكريبتو هو هذا اللي كتشوفوا البيكوين، وكنحولوه للدولار. اش كيديروا هاد الهيرو؟ كيف ما كتشوف كيبقاو يدوروا كيفرقعوا في هاد الصنادق هادو، صافي كيجمعوا لك هذوك الفلوس، هذوك الفلوس كيتحطوا لنا، من بعد كنحولوهم وكيوليو فلوس حقيقيه. المهم خليو هادو هنا خدامين، نمشيو للسيت ديال بوكوين. بوكوين الاخوان هذا هو اللي كنتعامل به انايا، كاين حتى البانكيك سواب حتى هو الدراري كيكونفيرتيو فيه. المهم قلنا 22 الاخوان، غندير ماكس هنا 22، جابت لي 72 دولار، هذه ما فارميتش اليوم في الصباح. الصباح تقريبا الاخوان كانوا خدامين تقريبا كيقاد دو في شي حاجه في السيت، انتم غادي تشوفوا تقريبا انا موالف كنفارمي قبل ما نمشي للخدمه تقريبا 6 الصباح كنفارمي، كنجيب ديك 30 و 40 دولار ديالي ايزي، 20 دقيقه الماكسيموم كاع الا تعطلت. الو جينيرال، الو نجيو هنا نشوفوا في الديسكورد الاخوان، هذا هو الديسكورد ديال بومب كريبتو، هو هذا ماشي اشهار الدراري لهاد الجيم هادي، صراحه انا بغيتكم حتى نتوما تستافدوا والله العظيم الخوت، الى جيم واعره يعني ما في اللعب ديالها انك تلعب راه ما جيم والو، ما كايناش شي متعه. المتعه فين؟ ملي كتشوف هذوك الفلوس داخلين الخوت، هذيك هي المتعه. المهم قلنا الاخوان انا في الصباح ما فارميتش، 6 الصباح هذا هو التوقيت ديال 6 الصباح، كانوا دايرين واحد الانونس يعني كانوا كيقادوا الناس تقبلوا في الاول الدراري الجيم راه ما كانتش هكا، الجيم راه هنا راه كتلقى هيبا وحاشاكم. المهم دابا راه ولاو ما كاين على القلوبه واللايكات، يعني الجيم غاديه يعني في طور الانجاز غاديه مزيانه، ورجعت لي مياه المجاريع كيف ما كنقولوا. لحقاش الاخوان كان واحد الخائن معاهم، كان واحد خونا مع السوبور يعني واش ديفلوبر ولا شنو كان، واقيلا خانهم دار شي حاجه وطردوه، يعني طردوه من تيم، وملي طردوه الخوت يعني الجيم بحال بدات يعني فقدات السيطره ديالها، ما بقاوش مسيطرين عليها، يعني كان واحد النقص. عاد جابوا شي واحد اخر الدراري وبدات كترجع كيف قلت لكم مية المجاريع، والجيم بدات كتزيان. المهم انا من الاوائل، انا ما فقدش الامل صراحه، ديما ما كان على القلوبه، ديما مزهيه يعني ديما مزهيه معاهم الخوت، ما فقدش الامل وانفيستيت فيها تقريبا
تقريبا 9000 درهم، علين تقريبا مليون. والله الخوت تقريبا راه رجعت الفلوس ديالي في جوج سيمانات ونص، رجعت فلوسي هذيك 9000 درهم، وكل شيء اللي كيجي دابا رباح. كنقول لكم الدراري 1000 درهم في النهار رباح. كاينين اللي جيم بزاف ديال اللي جيم ديال الكريبتو، ولكن هادي الخوت قالت لهم حيد ما تعرف والو، وخرجت لهم من الجن، وراه مازال ما معروفاش هاد الجيم. وكنت دخلت الدراري لواحد الديسكورد اللي هو معروف، ديسكورد راه معروف ديال اكسي انفينيتي، وهضرت للدراري على هاد الجيم. تقريبا راه كان يتفرج شي 120 واحد، وانا كنشرح لهم اني عجبتهم الجيم شافوها، والاغلبيه ديال الدراري تقريبا انفيستو فيها، ومنهم اللي رجعوا فلوسهم. تقريبا هادشي كنقول لكم غير ما عندهاش 4 ايام 5 ايام. وانا تبانيت، وكنشكر هذوك الناس اللي باناوني من هذاك الديسكورد، حقاش انا ما عرفتش شنو السبب. سبب باش الله ما عرفنا السبب والله، واش ما بغاوش هاد الجيم هادي تعرف يعني شي حاجه اللي هي مجهوله، ولا يعني انا ما درت شي حاجه اللي هي خارج على السيطره. يعني داكشي اللي بغيت نشارك مع الدراري، انا شفت واحد الجيم فيه الربح، جيت بغيت نشاركه مع الدراري. المهم غنشوفوا دابا، غادي ندخلوا غير باش تعرفوا الدراري بلي هادشي كاين ولا ما كاينش. غنسول شي واحد من هاد الدراري يعني. واش الدراري واش اني كلشي مزيان؟ شحال لي يحيى وفينا الغزال؟ واش ابروبي قول لي، بغيت نسولك بالنسبه للبومب كريبتو، هاد اللعبه ديال البومب كريبتو، انت راضي بيها ولا ما راضيش بها؟ اش غيتبدل لك؟ انا ما راضيش مراوي. بالعكس مزيانه، بالعكس جاتني احسن من اكسي. احسن اوكي. سلابي مالك كي جاتك هاد الجيم ديال بومب كريبتو؟ لا لا مزيانه، احسن من اكسي. اوكي لوين انفيستيتي فيها انت اخويا؟ اه زيد تكون باقي يعني دي دار ميوت. انا اخويا مالك، انا ما نعجبش انا. طيبه اخويا طيبه انت، يلاه بادي يا طيبه. وات ذا فاك شنو عندك؟ واش السفرار ديالك سلابي؟ وي بالصحة والراحة والله إلا بالصحة. اسمعني واخي دابا عندي مشكل دابا هاد الواد هذا فاش كنبغي نحولو لإيثيريوم، فبينا باينانس كيقول لي من حقك تحول، خاص ضروري تكون عندك 450 دولار 0.1. لا ما يمكنش، أني جاي، عطيني دقيقة أني جاي عندك، ولا ستريميليا نشوف. أنا راه تالق واحد الريكورد كنصحو كاع الشباب انفيستو في هاد الجيم هادي راه زوين. المهم شوف الدراري، شوف أنا كندير حاليا واحد الفيديو، والله العظيم ما الدراري الا دخلت هكاك غير باش نسولكم ونشوف الشهاده ديالكم على هاد الجيم هادي. الدراري نعد الصبراو في المونتاج الجيم اخويا، نصبات عليا اخويا، ادت لي فلوس يلا قطعت انت في المونتاج. شوف ادت لك فلوس اخويا السبورت، والله يرجعوا لك داكشي ديالك. اش مدات لي الفلوس؟ اش مدات لي الفلوس؟ وحق ربي الا الشلابي هو اللي طلع مسمار فينا كاملين. واش راه خمسه يا صاحبي ولقى سوبر هيرو ولا غير راه سوبر راه السمراوي؟ شوف سياد الشلابي، شوف الدراري تبارك الله، واش بغيتي يا صاحبي؟ وما راه كيقولوا لك تاخذ 10 عادي يقدر يجي في كرار وسوبر رار، انت شريتي 5 ديال واش استريم السمراوي هو لونس ليك؟ انا ستريم تشوف الكليم ديال البارح، انا بان لي السمراوي بان لي العكس صاحبي، اللي كيشري القليل هو اللي كياخذ. ها هو دابا اسامه شرا 10 ما طاح فيه حتى شي حاجه. اي 10 بيكوين شتيها؟ 10 بيكوين شحال الثمن ديالها اخويا؟ 10 بيكوين. واليوم عندي 8.62، انا كنتسناهم غير نرتاح واحد شويه ونضرب واحد الماب وغادي نكمل 10 على 10. المهم 10933 على 8، المهم غنشوفوها هنا في السيت تا هو اللي هو فاش كنشوف. شحال انفيستيتي؟ 2000 درهم مثلا. غندير هنا 20 بيكوين اخويا، يومين عطتني 63 دولار في يومين. يومين 63 دولار انت دخلتي دولار. انت بشحال تقديتي؟ قول 2000 هي قول شي 1160. قول رجعوا لك يا حيدك شي ديال 2800 درهم. هضرت لي مع ديباسي، رجعهم ليها، رجع هضر لي مع السيبور، هضر لي مع لوين. قال لي اودي راه ما شوف اي حاجه مشات لك، اي حاجه مشات لك ترجعوها لك، اي حاجه مشات لك. لا ما كاينش زعما، ما عمر وقع شي مشكل وما تلقاش ليه الحل لا في البوك ديالها، الا تبوكات كيكون سيت. الله كان وقع لك مشكل في الكليم هو تحل لك المشكل. تحل لي لوين كتدخل السمراوي. وي تدخل عند الدار، تدخل عند يومين الدار دار لاباس يومين 27 شحال جابت؟ 27 ها نتريد 27 بيكوين جابت سيدي 85 دولار. ها 27 بيكوين هذيك 85 دولار.
مش ما كتنعش هذه دار ولا شي 84 دولار والثمن راه طايح الدراري 84 دولار الثمن طايح دابا واش ما كنعش دخلنا عليك بالله اخويا واش هذه غادي تقارنها مع اكسين فينيتي شوف 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 1500 درهم وما تجيبش الثمن لا شوف شوف باش نكون لا باش نكون واضحين اذا بقات مطوله اخويا غتكون حتى من اكسين فينيتي هذيك حد الساعه 15 يوم 15 يوم رجعت فلوسي انا انا 15 يوم رجعت فلوسي انا جوج سيمانات رجعت 9000 درهم ديالي انا 250 دولار رجعتها رجعتها 250 دولار رجعتها ب 15 يوم زائد راك عارف شتي السمراء وبديت في هذاك البيرو تاع كنت كنبيع غير بدولار و 300 يعني كون تسنيت حتى لدابا اللي كنبيع بثلاثه كنا تريبليت فلوسي كاع في هذا وي 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 حتى حنا بعنا بجوج دولار ملي كان جوج راه كاين مشكل دولار و 300 باش بعنا المشكل واحد في الجيم اللي ما كنلقاش في اكسي واللي كينعسوا ما كينعسوش الصاط هذو كينعسوا خلي اللين ديال الديسكورد ديالك خليه في تحت في الرابط واي واحد جاء يقولنا راه جيت من الفيديو ديال السمراوي انا راه شفت الفيديو ديال السمراوي جيت الدراري شرحوا لي احنا راه نتعاونوا معاه لا انا لا ديدار هذا يوريك بالان ستريس ميتا بالعالي وفيني يلا الدراري غادي نمشي نكمل الفيديو باش ما يجيش طويل باقي عندي شويه ديال الخدمه يلا الله يحفظكم مرحبا بكم الدراري شرفتونا ونورتونا المهم الدراري نكملوا في الفيديو ديالنا انتم شفتوا دخلت غير بالصدفه الشهاده ديال الدراري على الجيم هذه صراحه مقارنه مع العاب اخرين راه لا مجال للمقارنه الجيم يلا باديه وغاديه مزيان لحد الساعه كنقول لكم الجيم طوب الوغ المهم نكملوا الدراري قلنا وصلنا لمرحلة الكليم مرحلة الكليم هي هذه اليوم انا جمعت 22 ما فارميت في الصباح راكم شفتوا هذاك الانونس اللي كانوا حاطين كان يعني السيرفر ديالهم في الصيانه ما كنقدروش ندخلوا الو 22 الاخوان جابت لينا 71 دولار غنديروا سواب قبل ما نديروا سواب الدراري غتشوفوا هنا انا ما عندي حتى شي حاجه ديال اليو اس دي تي هنا يو اس دي تي زيرو انا خرجت قبيله غنسوابيو وباش تسوابي لي فيز الدراري لي فيز ما كتخلص والو داك الشيء قليل كنقول لكم الدراري 1 دولار لي فيز باش تباسي باش تدوز من بلا فين ما بغيتي تدوز واحد دولار ما واصلاش حتى واحد دولار يعني داكشي رخيص بزاف انا داير تريزور الاخوان كونفيرميو اوكي اوكي المهم فلوس راه دازونا الدراري الميتا ماسك ها هو اوكي كيف ما كتشوفوا هي 72 دولار داز الدراري غنوريكم كيفاش غادي ندوزها للبينونس اوكي بالنسبه للبينونس الدراري ما عندناش هنايا عندنا 344 دولار اوكي غير باش تشوفوا الشهاده ديال هاد الجيم هادي حيت كاينين دراري يعني غايقول لك انا باش غنثيق بهذا الشيء يعني انا ما نتسرعش انا غير نصبوا عليا غيديروا لي كيخص ضروري يعني واحد لابروف باش انهم يعني يرتاحوا حتى هما يو اس دي تي ماشي البي ان بي بالنسبه للكليم الدراري الكليم كتخلص بالبي ان بي دير واحد 10 ولا 20 دولار كتدي لك عرفتي شحال من مره كتدي لي انا 10 ولا 20 دولار كتنسى الو 72 دولار قلنا غندوزو البينونس الفيز والو كنقول لك انا شحال ديال الفيزا صح يعني حنا غنكوبي وغنكولي ونشوفو شحال غتجي الجيم كله ربح الو البي ان بي غنحطو لنا البي ان بي ونا غنديرو السيدي عليك اليو اس دي تي اوكي ما واصلاش 1 دولار 1 دولار ما واصلاش فيز الو نكونفيرميو راه التريزور كيبرزط الدراري ولكن كتامن على حوايجك كتبقى مرتاح بالك يعني دابا شويه الخوت غادي ندوزو في التطبيق وغادي نشرح لكم كيفاش تكري الميتا ماسك ديالك المحفظه ديال الواليت انتما كيف ما شفتوا الدراري اليو اس دي تي مشى للبينونس البينونس قلنا قبيله كانت 344 يعني خاصها تزاد الو غنديرو الريفليش نستناو شويه حتى تدوز بالنسبه للديسكورد الدراري غنخليه لكم في الديسكريبشن لتحت اللي بغى يدخل الديسكورد ويفهم هذا الجيم ويتعرف ولا اللي بغى يتقدم مرحبا به الدراري حنا ما كنشدو والو ما كاينين الدراري تما غيشرحوا لكم الجيم بغيتي تعطي شي حاجه ديال بورسونتاج بغيتي يعاونك بغيتي تعطي شي حاجه مرحبا ما بغيتيش تعطي مرحبا بك يعني حنا ما غاديش يعني ما غاديش نبززو عليك شي حاجه فهمتي غير هو قبل ما تدير شي خطوه حاول انك تستشر مع شي واحد اللي عنده ديجا درايه وديجا عارف علاش حيت كاينين الدراري كاينين لي زادريس اللي هما سكام بحال الادريس ديال التوكن ديال البيكوين راه هو هذا الدراري وكاينين لي زادريس اخرين يعني محطوطين خاصك تحط هاد الادريس هذا باش ملي ديبوزي البيكوين ديالك يديبوزا في هاد الادريس هذا اللي هو مامن ديال السيت اوفيسيال ديال بومب كريبتو
حيت الا حطيتي ادريس اخر مكتوب فيه بيتكوين يقدر يمشي عند واحد خونا يعني مكري ويمشيو لك يعني البيتكوين ديال هادشي راه جاري بيه العمل. الوغ نشوف واسيدي واش دخلونا هاد الفلوس ولا مازال. اوكي كيف ما كتشوفوا الدراري ها هي ولات 416 دولار. اليوم كان عندي الفارم ناقص كما قلت لكم ما فارميتش في الصباح مالف كنجيب 100 دولار في النهار وراه عندي ميتا ماسك اخر الدراري كندخل من هذا وكنامن على فلوسي في الميتا ماسك الاخر. الوغ اشنو بقى لينا دابا الدراري هادو كيفارميو خدامين على راسهم. دابا غادي ندوزو للتطبيقي وغادي نبدا معاكم خطوه بخطوه وغادي نوريكم كيفاش تكريو الميتا ماسك وكيفاش تقداو وكيفاش تدوزو فلوسكم. المهم رجعنا لكم من جديد الاخوان دابا غادي ندوزو للتطبيقي. اول حاجه غنديرو هو غادي نقومو بالتوجه متصفح جوجل كروم. من بعد الدراري غادي نمشيو لجوجل اكستيشن. جوجل اكستيشن هذه الخطوه الاولى غنقومو بتحميل محفظه الميتا ماسك. ها هو الاخوان غتقومو بنفس الخطوات اللي غادي نقوم بهم باش ما يوقع لكم حتى شي مشكله. الدراري ما تيليشارجي الميتا ماسك من حتى شي بلاصه اخرى. غتجي لجوجل اكستيشن وغادي تيليشارجي من هنايا. ها هو في 2256 هو الاول فيه تقريبا 4 ديال ليستار. غتكليك عليه غدير اجوتي ولا ادجونجي ولا على حسب الاضافه على حسب اللغه اللي عندك. اجوتي نكور نستناو بما تيليشارجا وغيتحط لينا هنا كيف ما شفتي. غتجي تقدر تجي هنا وتبينغي باش يبقى يطلع لك هنا الفوق. من بعد الخوت غادي دير انيتسيا او بدء جا يعني هنا الا كان ديجا عندك كتكليك على هادي. الا ما كانش عندك الميتا ماسك بغيتي تكري واحد جديد على حساب اللغه ديالك نتايا راه غادي تفهم. انا دايرو باللغه الايطاليه كنستسمح الدراري. المهم غندير كري غندير بدء. المهم هنا غادي ندخل المود باس ديالي. مود باس خصك تعقل عليه هذه حاجه طبيعيه ومعروفه. اوكي هنا كيقول لك واش قريتي القوانين انت دير قريت وصافي اكسبتي. اوكي هنا غادي نديرو افون. هنا الاخوان كاين واحد لي بارول هاد لي بارول ما خاص حتى شي واحد يعرفهم بحال قلتي بحال شي مود باس خاص بك. هاد لي بارول ان هاد سيت فراز ما خاص حتى شي واحد يشوفهم الاخوان خاصك بوحدك تشوفهم. الوغ كتكليكي على هاد القفل هذا وكيبانوا لك هاد لي بارول. انا ما غاديش تشوفهم نتوما هادو خصك تقيدهم ما ديرهم لا في التليفون ما تخليهمش تصويره في التليفون وما تخليهمش في البيسي ديالك. اوكي كي خصك اخويا تكتبهم في واحد الوريقه وتكتبهم كما هما حيت هما اهم حاجه في هاد الواليت هذا ديالك. حيت الا ضيعتي هادو تقدر تخسر كلشي داكشي اللي عندك. تقدر تخسر بحال قلتي بحال الشكل ديال البسطام ديالك فيه الفلوس فيه كلشي يعني بحال غادي يضيع منك. الوغ من بعد ما كتكتبهم في ورقه كدير افون اوكي وكتحطهم هنايا كيف ما كتبتيهم كتحطهم مفهوم. كيف ما شفتيهم وكيف ما كتبتيهم الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه كتبدا تكتب فيهم كتبدا تحط فيهم. الو انا غادي نحطهم وحده بوحده. اوكي شرح مبسط الدراري راه كنحاول بقدر الامكان انني نفهمكم يكون داكشي مفهوم على قد الحال كلشي فهم حتى الدراري اللي بغاو يبداو في هذا الدومين هذا. شويه عليك لا زرب على صلاح تقيدهم في واحد الوريقه ديالك وعطيهم للوالده ديالك تخبعهم ولا حيت هادو هما كلشي هاد لي بارول اخويا. انا كنأكد عليكم وما خاص حتى شي واحد لا في صحابك يشوفهم حيت الا شافهم راه بحال عطيتي هذاك المطاس ولا عطيتي هذاك الشيء ديالك كامل يعني تكون حاط فيه فلوسك. الدراري ديال الدومين راهم عارفين. انا كنقول هاد الهضره للدراري اللي يلاه بادين في هاد الشيء ولا اللي يلاه باغيين يبداو. حيت صراحه شوف هاد الاتعاب كامله وهاد الشيء اللي كنديرو فيه مع ذلك الجيم تستاهل الدراري. الجيم تستاهل معنى الكلمه. الو صافي دابا كرييت الدراري. اوكي جيو هنا هذا هو الميتا ماسك الخاص بينا. دابا اش غادي نديرو؟ دابا غادي نكريو الريزو ديال البي ان بي. الريزو ديال البي ان بي كنجيو هنا غادي نوجد هذاك الشيء الريزو ديال البي ان بي الدراري. غادي نحط لكم كاع هادشي غنحطو لكم في الديسكريبشن كونوا هاني. المهم كنجيو هنا كنديرو امبوستاسيون ولا بارامتر ولا سيتينغ على حساب اللغه اللي عندك ولا اعدادات. كنديرو ريزو ولا نيتورك ولا ريتي. كنديرو اجوتي ريزو هادشي اللي غنديرو ديال البي ان بي ضروري خصو يكون هادشي. هنا غادي نكتبو الاسم هنا غنديرو اليو ار ال اي دي 56 سيمبل بي ان بي وبقى لينا اليو ار ال ديال البلوك. اوكي كيف ما كتشوف خمسه ديال الخانات ولا خانه غدير في هادشي غدير سري. هادشي اللي كنوريكم الدراري هو اللي خاصكم تطب ما تهز حتى شي حاجه من شي بلاصه اخرى يعني هادشي راه مط. الوغ هنا تزادت عندنا البي ان بي. اوكي من بعد اش غنديرو؟ غنأجوتي هو الدراري توكن عندنا البي ان بي قالينا توكن. توكن غنمشيو للسيت اوفيسيال ديال بومب كريبت. بومب كريبت اوكي شوف غير السيت اوفيسيال ديال بومب كريبت واللي هو هذا. غنزلو لتحت الشكل غتلقى اد توكن. انا غادي نكبر لكم ها هي اد توكن. غتكليكي عليها مره غيحطك هنايا غتكليك
هير بيكوين اجوتي هاي تزادت عندنا البيكوين هنا. خطوات جد سهله الدراري يعني الشرح راه باين وواضح. دابا اش غنديروا؟ نقوموا بالتوجه لبينونس، منصه البينونس. منصه البينونس الدراري راه كتحط فيه الفلوس ديالك ومنها كتدوز للميتا ماسك الدراري ديال الطوريزي. اوكي المهم من بعد ما كتحط فلوسك في منصه البينونس كتجي هنا وكتكوبي هذا الاي دي هذا هذا الادريس عفوا الادريس ديالك كيكون هنا الفوق دير لي كوبي وتاكد منه فهمتي تاكد من الارقام الاخرين مثلا عندك ارقام الحروف سي سعود الدي تاكد منها وكتمشي واليت وكتمشي العمله ديالك اللي حطيتي فلوس كدير ويزدراو. اوكي نتسناو ماشي مشكل انا ما عمر طلع لي الميساج هذا ماشي مشكل. نمشيو للبيان بنشوفو حتى هو حتى انت قالوا لينا هنا جوج دقائق دابا قالوا لينا دقيقه عاد تقدر تصيفط هادشي ديالك. هاد الخطوات الدراري كنديرهم غير اول مره صافي يعني من بعد كترتاح كتولي تلعب وانت مرتاح يعني الجيم كيولي يدخلوك الفلوس ايزي. هو بالنسبه لهاد الجيم الدراري كل ما ان بي سي سي كل ما دخلتي بواحد واحد المبلغ اللي هو كبير كل ما كتدخل الفلوس ديالو بالصحيح. اوكي كانوا قبيله عطونا دقيقه نبداو بالوي اس دي تي ولا بحال بحال نحطوا الادريس ديالنا البي ان بي مختص غير بالفلوس مختص بالكليم كامل اللي كنبغيو نكليمي وكنحتاجو البي ان بي. البي ان بي تحط واحد 10 ولا 20 دولار انساه. الوغ الادريس ديالنا هو هذا هنايا هذا هو الريزو نيتورك وهذا هنا غنديروا ماكس غنديبوزي هادشي وان كونفيرميو كونتيني هنا جيت كود هاد الكود هذا الا كنتي يعني بروتيجي البينونس ديالك بالجيميل ولا بالتليفون ديالك راه غادي نصيفطو لك واحد الكود كيخصك تدخل هذاك الكود بالزربه كيعطوك تقريبا ميم با دقيقه خصك تدخل في هذاك الكود بركه الله. اوكي كومبليت غنطلو هنا نشوفو البي ان بي ديالنا دابا شويه غيتحط لينا البي ان بي هنا او روتشيز غندوزو دابا باش ندوزو اليو اس دي تي. اليو اس دي تي هو باش غادي نتقداو هذوك الهيرو الشخصيات نديرو تنوي تراو نحطو نفس الادريس ونتاكدوا من الحروف الاخرين. علاش كنقول لكم الدراري تاكدوا حيت بعض المرات كيكون عندك شي حاجه شي هاك شي ادريس سكام راه كيحطوهم كيحطوهم انت فاش كتجي تكوبي هذا الادريس ديالك كيتهز لك ادريس اخر فهمتي انت ما كتردش البال كتجي كدير لي كولي صافي كتصيفط هذوك الفلوس ما كيمشيوش عندك انت كيمشيو عند واحد اخر. علاش ديما ما فيها بس انك تاكد في هذه الحروف والارقام الاخرين ثلاثه. اوكي يس نديرو ماكس كونفيرم نفس الخطوات اللي درنا باش دوزنا البي ان بي نحطو الكود ديال الجيميل. اوكي دابا دوزنا حتى اليو اس دي في الواليت ديالنا ديال الميتا ماسك خاص يكون عندنا البي ان بي ها هو وصلنا وخاص يكون عندنا اليو اس دي. اليو اس دي الدراري باش نضيفو اليو اس دي شوف راه ما تاخذش اي ادريس الدراري ما تاخذوش اي ادريس وتحطوه حيت كاينين لي زادريس بزاف. هاد الدري هذا اللي كتشوفو ها هو اللي داخل عنده والله الا شي ثلاثه د المرات كانوا غيمشيو ليه فلوس ثلاثه د المرات كان عنده واحد الادريس سكام ثلاثه د المرات كان عتق فيه مره كون مشاو ليه فلوس. المهم ادريس ما كاينش هنا اليو اس دي اليو اس دي ميتا ماسك ها هو نجيو لهنا. انا اللي عارفه هو الادريس في 55 في الاخر اللي غادي نحتاج. اوكي عندك تزاد ها شفتي هذا ما تاخذ ما تدورش بساح شويه نديرو خدمه نقيه احسن ما يمشيو لينا فلوسنا ويبقى فينا الحال نقولوا يا ريت علاش 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 ها هو هذا هو اللي غادي يخصنا الدراري هو هذا شفتي نديرو كوبي نجيو لهنا نجيو امبورت توكن نحطو هذاك الادريس هكا وي اس دي تي 18 تكون عندك يو اس دي تي 18 اد امبورت اي فوالا ها هما فلوسنا بانوا عندنا هنا 415 دولار نحيد هذا. دابا غادي نمشيو بومبر كوين كاين بومبر كوين وكاين هنا فاش كتبغي دير افونس كونكتد صافي دابا بومبر كوين تكونكت علينا مع الميتا ماسك اي حاجه عندنا هنايا كتولي تطلع لينا مثلا بي ان بي غندير ماك غيطلع لينا البي ان بي اللي عندنا تقريبا حوالي 20 دولار قلنا 413 دولار اللي عندنا تما غنديرو هاك ماكس 415 دولار 415 دولار جابت لينا 130 بيكوين. حنا غادي خصنا غير 100 بيكوين حيت غادي نتقداو الدراري 10 ديال الهيرو نتقداو 10 ديال الهيرو غيتقاموا علينا بهذا الثمن ديال 3 دولار اللي كاينه حاليا 3 دولار واحد 3 دولار و10 سنتيم تقريبا 3 دولار تقام علينا 318 دولار 10 ديال الهيرو سواب البي ان بي عندنا 21 دولار هنا الفيز اللي غنخلصو 0.00333 بي ان بي يعني والو كونفيرم غنتسناو نديرو سواب
اوكي فيزا الدراري واخا كيبقاو يطلبوا منكم كل مره الفيزا تيقوا بيا راه والو راه خلينا راه كاين شي فيزا صاحبي والله حتى كتندم كتقول انا اش غادي ندير انا بنت كاين الدموك. المهم كيف ما كتشوفوا الدراري تقدينا 100 بيكوين ها هي باش نشريو 10 ديال اليورو وبقات عندنا 98 دولار. دابا غنتوجهوا للجيم ديال بومب كريبتو. ها هي البومب كريبتو. انا عندي تقريبا ديجا لي كونط الدراري ملي لقيت الربح في هذه الجيم هذه صراحه نسيت شي جيم اخرين وليت انا كنانفيستي غير في هذه الجيم هذه كلشي فيها ارباح. وكيف قلت لكم شحال من مره بالنسبه لهذا الجيم كاينينش دراري كيسولوني بشحال تقدر تبدا. شوف تقدر تبدا بهيرو واحد داير تقريبا شي 30 دولار. شوف هيرو واحد ياك هيرو واحد كيسوى 10 بيكوين عفوا 10 بيكوين داير 30 دولار. هذا الهيرو هذا يقدر اخويا يجي في كومون ياك انت وزهرك هما كيقولوا هنايا في هذا السيت ولكن هذا السيت انا ما كنتيقش فيه الدراري حيتاش هذا السيت هذا ما تابعش للجيم يعني غير كيعطيك غير واحد التوقعات. اش كيقول لك ان اخويا كيقول لك الا خديتي واحد عندك بورسونتاج ديال 82% غادي يجيك كومون يعني ضروري ما غادي يجيك كومون الا تقديتي. انا شفت الدراري تقداو 5 وجا فيهم سوبر ليجند اللي هو هذا ولا ليجند ولا الايبي يعني كيجيو فيهم شي حاجه اللي هي نادره. وما امتى كيقول لك كيجيو فيك هادو ملي كتفوت 10 هذه يقدروا يجيو فيك هادو. الوغ حنا غنديروا هنايا 10 كيقول لك ملي كتفوت 10 ديال لي هيرو ملي كتقدى 10 ديال لي هيرو الفوق كيكون عندك الحظ ديال الرار والسوبر رار يقدروا يجوفك. الا تقديتي 10 ديال لي هيرو بحال كيكون عندك الحظ يكون عندك يجي فيك هذا وهذا. الا تقديتي غير واحد راه كيجي فيك غير هذا صعيب باش يجي فيك هذاك الواحد يجي فيها يجي فيك هذا ولا هذا ولا. مهم انا بالنسبه لي هذا السيت هذا ما كنتيقش فيه هذا زوين كيعاون في شي حوايج ملي كتبغي تابغريدي وقوموا بالشرح ديال هاد الحوايج هادو من بعد ديال هاد السيت هذا. ولكن انا هاد خاصه هاد الخانه هادي ما كنتيقش فيها حيتاش ديجا سولنا السوبورت وقال لك باللي هذاك السيت راه ماشي ديالنا يعني ما تابعش لينا. المهم نرجع الو كيف قلنا الدراري 100 بيكوين ها هي تحطات الجيم حنا دخلنا ليها كلشي هو هذاك هنا باقي هذاك شي جديد لاول مره ندخل. هذا ماشي هو الكونت اللي كنا داخلين ليه في الاول هذا كونت اخر جديد. غادي نجيو هنا للشوب نتقداو هاد الهيرو. الو هيرو واحد كيسوى 10 بيكوين ها هي هيرو واحد كيسوى 10 بيكوين حنا غنتقداو 10 على ما كيقولوا الا تقديتي 10 كيكون عندك الحظ فرار وسوبر رار. هي بتجربه الدراري. دابا هادو كيقول لك السيت ما تابعش لينا وشحال من مره الدراري كيتقداو 10 كيجي فيهم رار وسوبر رار. المهم انا كنتقدا ديما كنتقدا ديما بال10 كيتقاموا عليا 100 بيكوين توكلوا على الله بسم الله. كتجي هنا كتكون فيرمي الفيز راه شي حاجه اللي ما واصلاش انها جا واحد دولار كيف قلنا قبيله كان كونفيرمي وكنتسناو هادشي كيتعطل شويه. نمشيو نطلعوا على الدراري ابني بدا دغيا ماكرو يعني ماكرو كيتولي دير على ثلاثه تاع لي بوطون في دقه واحده فهمتي. واش الدراري واش اخويا اسمنا عنين والله اجي نستريمي لكم الدراري شوفوا واش غادي يجي فينا واش غنكونوا محظوظين ولا غنكونوا ان شاء الله سنكون محظوظين. المهم الفيز يعني غنخلصوا الفيز 10 راهو تتسالي اش طايبه باغي تقريبا الدراري في مده شهر تقريبا ولا نقولوا احنا شهر ونص تباع 1000 مليون عفوا مليون و500 الف هير مده شهر الدراري ونص زهر خراف يعني الزهر ديالو غيعطي لك قبل ما يدخل الجيم كونفيرم. كاين ثلاثه ديال الكونفيرم الدراري اللي كيعطيكم الاول والثاني والثالث من بعد كيحطوا لك الهيرو ديالك. نتمنوا الدراري يجي فينا رار وسوبر رار. لا لا ليجند ليجند ان شاء الله غيطيح ان شاء الله ليجند. يلا سير ليجند ولا سوبر ليجند احنا بغينا ليجند. الا جا فينا شوف الا جا فينا سوبر ليجند الدراري غادي واحد 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 غنعطيكم شوف نعطيكم رار 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 ثلاثه بيه حلف صافي والله حتى نعطيكم رار رار نعطيكم هيرو هيرو هيرو. المهم هذا الدراري كومون كومون مزيان هاد كومون مخير ثلاثة على ثلاثة على ثلاثة زائد الباتري يعني كيطول الشارج دغيا كيطول يا عرف رار نايس نايس رار مزيان عرفتي الدرع والانيرجي راه مجمعتيهم بجوج الصراحة ناضي رار ناضي هذا بالنسبة لي هذا غير ابجريدي والدراري كنا محظوظين زيد كومون فاشل والله عمري سير سير سلافي 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 بصفة سير رار نايس 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 رار خرج بلا 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 الله تبارك الله الله الله
عبدي لزار عندنا الدراري الله يتاخذ لينا والله شوف ما خديتيش شنو ما خديتيش لينا راه ما كاين غير الواحد جاتكم الدراري جاتكم تستاهلوا المهم شوف من الاخر دابا اللي بغى يجي احنا ما عندناش المشكل صافي داكشي اللي بغيناه جا فينا داكشي اللي بغيناه جا فينا الدراري والله الا شوف فاك الدراري نصيفطو يخدم الدراري هذا الاي حتى شي مشكل يعني نقدر نقول لك بلي الزهر ديالي عطيتو لك اخاي الزهر شنو الزهر عندك نتايا وانا عندي الزهر صدق ما دخلش الجيم وعندي الزهر ما بغيتيش صاحبي والدراري بداو الخدمه وقلنا لك قبل اصاحبي تكل على الله خويا انا دابا ضربت الحساب عندي 150 دولار انا غادي بشويه انا ندخل والله حتى غندخل غنحاول نشوف من عند شي واحد غادي نتسلف ولا شي المهم شوف انت رار ديالك على حسابي انا قلت لكم الدراري كون جا في لاز الله يرحمه كون جا في السوبر ليجند كنت غنتهلا فيكم بثلاثه ولكن انت عبد العالي هيرو ديالك على حسابي انا غنجيبتي لك شوف انا غنجيبتي لك دابا عطيني الميتا ماسك ديالك دابا غادي نجيبتي لك انا نعطيك شحال نسيتوني صبر عطاك الميتا ماسك ريح انت البدا الدباك عزيزي نزل عندي حياجي وات بيا ايبيك اصاحبي اش هو قاعد تقول وحق الرب الا جا بيا ايبيك يدي تما هيرو ديالي تما اودنك الله يديها بوز بوز مسرق لا هي بوز وحده وحده بوز مسرق هاكا السمراء تفضك الميطا ماسك ديالي استريمي استريمي مسخوط هاد السمراء هاذي مزار الله يلا مزار مسخوط الله تزار بالرب شو تا شي اش كيدير شو الطيارة وات ذا فاك اجي بلاتي هو ما شفناش المواصفات اللي فيه فينو وري 10 10 اش لعيبه 10 11 وري ديك ناضي الدراري في الروج وري ايبيك تا هو ما كيبانش لك ما كيبانش كاع تا كيتمشى وجاو فيا جوج رار سير دغيا غير كيتمشى راه لعب واو لا اللهم بارك واستمر امين يا رب العالمين هيرو ديالي المهم واحد 700 درهم اخرى في النار جات هي مراوي هيرو ديالي عشيري شوف هيرو غادي نصيفطو شوف هيرو اجي باش ما نبرزطوش الدراري اجي نطلعو الفوق قصدنا الله يعطيك شي ايثنيك اخر يعني ما عنديش كيفاش دابا نقصي عليا اخاي 300 درهم والله دابا غادي دغيا غنشوف كيفاش نتا كيفاش هيرو لا غنصيفط ليه غير بيكوين غنصيفط ليه نصيفط ليه غير 30 دولار برو هو يدبر راسه وديك الساعه ايزي مراوي صافي عادي هيرو وعدتينا ما تعرف بالنسبه للقيمه الدراري تقدروا تمولتيو فيها حيت سولت السبورت قال لي ممكن تمولتي هو الدراري دليل قاطع بالبرهان فينا هو ها هو الدراري سريمي سريمي خلينا نتفرجوا معاك اخي المهم الدراري كيف ما كتشوفوا قلت لي واش نقدر نستعمل مولتي كونت يعني في ديسبوزيتيف واحد في بي سي واحد ولا تليفون واحد قال لي يس يعني واه بلان زوين الدراري اللي اذا اللي عنده راه يقدر يدير سي جوج كونت وي ولا تليفون الا كنتي تقدر في تليفون تقعد بالنسبه لهاد لي هيرو الدراري راهم تيعياو شوف كتفارمي بي مثلا في الصباح وكيعياو لك ملي كيعياو كتنوض ثاني مع ديك الجويل 12 الوحده ثاني كتنوضهم ثاني كيخدموا كيعياو ثاني كتبليل ثاني كتفارمي بهم ما كياخذوش لك من وقتك بزاف غير وانا بان ليا بحال عندي اكثر من 10 هنا يا ديك 10 صراحه حسن بغينا نزيدو انفيستيو باش نطلعوا هاد الكونت تا هو مزيان واخا نزيدو غير واحد المراوي وي ودابا بوحدو شحال كيجي بشحال بيكوين 11 4 11 10 12 4 4 11 بلان زوين صاحبي والله يجي بلان زوين وحق 11 10 12 يعني كيبقى طويل في الماب ولكن دابا حتى هي كيعطيني كيطول 4 حتى شنو عنده ولا اش عنده الانرجي عنده الدرع اش عنده السمره 11
4 12 4 4 11 10 4 4 كيضرب هذا باش مزيان. شوف هذا باش مزيان كي داماجي عنده مولينيكس ولا ما عندوش ولا الباتري؟ عنده مولينيكس ما عندوش الباتري. جا في يارار عنده الباتري وعنده بجول عندك حيت الدراري. انا سمعت باللي هذا السيس هذا يعني هذا السيس راه ماشي ما تابعش ليهم هما. اوكي راني ديجا سولت الدراري قال لك بالنسبه لهذا السيس هذا ما تابعش ليهم. انا 10 كيطلعوا لي 10 قبل كامل ما نجربوش ترى يجيب كثر صاحبي كثر من ولكن هذا ولكن هذا السيس قال لك راه ما عطاوش اخويا راه ديجا هضرنا معهم قال لك هذا السيس هذا ما كيعطيش داك الشيء بالضبط. شوف صاحبي الايبيك شوف حتى شو الايبيك صاحبي شنو فيه وشوف هذا شنو فيه وهذا غيجيب بحاله بحال هذا. ولكن ما تنساش اخويا واش شريتي صندوق ولا واحد بواحد؟ واش شريتي صندوق فيه 10 داكشي كيف كل شيء على الحظ الدراري راه الا انفيستيتي غير $30 وجافك سوبر ليجند راه صافي راه بحال واحد انفيستي $300 الا جافك غير هذا انت عندك غير هذا ب $30 يعني هذاك الشيء كيبقى حظ الدراري. كتجي هنايا كتاخذ هذاك الرار ديالك الهيرو ديالك عفوا تقدر تاخذه غير ب $30. المهم هادشي اللي كاين. وبالنسبه للديسكورد ديالنا الدراري غنحطوا لكم في الديسكريبشن اللي هو هذا السمراوي اكسي كلوب اللي فيه يحيى وشلابي وانا. مرحبا بكم الدراري اللي بغى يفهم هاد الجيم هادي والكونسيبت ديالها. المهم الدراري الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الفيديو. فان كنت تشاهدوني لاول مره المرجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زيد ودير جيم دير جيم قولها اصطيب قولها لي دير جيم وابوني واش كنتي دير فيديو وات ذا فاك فيديو درنا فيه 3 السوايع صاحبي.